هو أولا المواطن الجزائري في أغلبيته من الشباب، فهو متفتح على الوسائل الإلكترونية. بقات الآن كيف يمكن أن نقنع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية، فاش ننشر هذه الثقافة الإلكترونية، يعني ما يكفيش أن نديروا خدمات إلكترونية بوابة إلكترونية وكذا والمواطن لا يستعملها، فلازم، لأن المواطن للأسف متعود على وسيلة تقليدية ومتخوف نوعا ما، خاصة لما تجي بعض الشبهات اللي عندها علاقة بالتقنية وكذا، فلابد من التفكير في إجراءات تحفيزية لتخلي المواطن يمشي للخدمات الإلكترونية، خاصة إذا كانت هذه الحوافز هذه حوافز مادية. قال لما تدفع الفاتورة إلكترونيا عندك تخفيض تاع 3% ولا 5%، هذا تشجع أنه يمشي لل... قال مثلا هذه وثيقة إلكترونية، شهادة الميلاد إلكترونية، لما تستخرجها إلكترونيا لا تدفع شيء، ولكن لما تستخرجها ورقيا تدفع لها تكاليف للخزينة. فهذه تخلي المواطن يمشي بالعقل، ونحيوا له الشبهات اللي عندها علاقة بالمجال التقني الأمن المعلوماتي وكذا، دائما نزيل هذه الشبهات باش نخليه يمشي في هذا الاتجاه الرقمنة وهو مطمئن، ونحاولوا إيجاد هذا اللي نسموه المناخ الآمن اللي يرتاح فيه المواطن باش يعيش العصر تاعه ويعيش كما يعيشه سائر سكان المعمورة.